وإذا رأيت العلوم والمعارف تذكرت إنما هي من تعليم العليم سبحانه وتعالى. وتأمل قول الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتأمل أخي في الله عندما امتن الله عز وجل على تعليمه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.